كيف فيني سامحه على هيك شيء؟ ماني عرفانة شو ساوي. حدا يساعدني ويقول لي صح. هذا خاتم بابا؟ اليوم رحت على مخفر الشرطة لشوف شو صار بقضية شريستي وشو لازم نعمل. ريشاب حكى مع المحقق وحل المشكلة وخلصت. أنا واثقة إنه علمه درس ما ينساه بحياته كلها، والصايغ كمان اعترف بغلطه ورجع الخاتم. أنا بعرف منيح هالخاتم شو بيعني لك إلك ولأختك شريستي كمان. بعرف إنه هذا بخص أبوك. أنا كنت محتارة كتير، ما عرفت شو لازم ساوي. هذا الخاتم اللي كان بابا بده يعني أعطيه لديباك بخطبتنا، كان حابب إنه يهديه. مو معقول، أنا كان بدي إشارة لأعرف أتصرف، وهي عطتني خاتم بابا، أكيد هي إشارة. أنا هلأ عرفت شو لازم ساوي، لازم أوافق على عرض ديباك، هذا اللي فهمته من الإشارة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.